انا نسولك بلا نقول اسمها انا نسولك على كل شيء. اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم في بث مباشر من مدينه الضاله البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يعبر في علينا هذا البلاء وهذا الوباء. هذا اليوم معايا واحد السيده كفيفه عند ارمله، كذلك جرت عليها اختها من بعد ما ربات لها وليداتها. للاسف الشديد الوالدين توفاو، بقات هي مسكينه فحال هكا كترزق الله غير حدا الجامع. وقع لها مشكل مؤخرا انها كانت كاريه عند شي ناس وتكرفصوا عليها بالضرب، والحمد لله اللي جات واحد السيده اللي نقداتها وجابتها لهاد السكنه هذه عاوتاني باش ان شاء الله تقدر انها تعيش مرتاحه. السلام عليكم. اول حاجه السلام عليكم. السلام عليكم. قولي الاسم ديالك وفين ساكنه. انا الاسم ديالي نعيمه. اها. وكنسكن هنا في انسي جوج. واخا نعيمه قولي لي، عاودي لي حياتك، عاودي لي المشكل ديالك من الاول. انا كنت باكي اختي شويه وجيت بركت معاها وقابلت لها البنيه ديالها، وملي نجحت البنيه ديالها مشات قالت لي غتمشي نقراها ماشي هنا غادي نبيع الدار. قلت لها لا خاصك تعاونيني على الاقل، ما تخلينيش انايا هكاهم كفيفه وداك الشيء تلوحيني من الزنقه. قالت لها خرجي، ما عقلتش عليا وخرجتني من الدار ومشيت كريت. قالوا لي غير جمعوا لي شي ناس، شي ناس يجمعوا لي الفلوس ديال الكراكراو ليا. ودابا راه كنت كرفصت في هذيك الكاريه بزاف، كنت غادي نموت فيها. واخا قولي لي كيفاش كبدا كتمعشي، كيفاش كتجيبي القوت اليومي ديالك؟ عاودي لينا. كنخرج في الصباح كنمشي حدا الجامع، الناس تيدوزو كيعطيوني كنجمع باش خاصني نخلص سكرا وباش خاصني نعيش باش ناكل باش ناكل باش تاكلي وتشربي. باش ناكل ونشرب. وبعد خصني كنشري حتى الدواء ديال السكر، كنشري فاهمين داك الشيء، وكنشري التقطيره ديال العينين حتى هي كنشريها. شحال كتصوري فينا فاش كتخرجي ترزقي الله؟ كل مره 30 درهم مره. رشيده قولي لي، حسيتي بالحقره فاش جرات عليك اختك؟ ما حسيت بالحقره، باقا دابا الان باقا ما استوعبتش باللي راه اختي جرات عليا، حيت انا كنت شاده وتهليت فيها وخدمتها وفي الاخر هي جرات عليا الزنقه. راه باقا دابا الان ما استوعبتش بلا راني في الزنقه ومليوحه ومعديله حنين نهار حين سوى الله تبارك وتعالى. ما كتطلع لك ما كتشوفك لا حتى شي حاجه؟ ما عمرني خرجت من الدار عمرها ما سولت شويه، عمرها ما عيطت عليا ولا سولت فيا ولا قالت لي فين كاينه، واش عارفاني واش واكله واش لاعسه واش في الزنقه، عمرها ما سولت عليا. واخا انتي كفيفه يعني ما كتشوفيش، قولي لنا واش هادشي تولد معاك ولا حتى تكبر؟ عليا ما كاينش اللي كي الناس كدوز كتروف عليا وصافي هادشي اللي كاين، وانا محله بزاف. واخا عاودي لنا شنو طرا لك، شنو طرا لك قلت لي شي وحدين تعداو عليك؟ كنت مكروطه عندهم في ديك السبان اللي وليت كندوخ ملي كنسمع المعيور. هادي مولات الكرا؟ علاش علاش كتسبك؟ كتسبني حيت انايا ما كنشوفش، ربما كندوز داك الروبيني ما كنشوفوش، ما كنشوفش شي حاجه كنطيحها. قالت لي لا كديريها بعيني وانا راه الله اللي عندي ما كنشوف. يعني ما قدروش هذيك الحاله اللي انت فيها؟ ما قدروهاش. واخا من بعد فاش تكرفصوا عليك فيه شكون اللي جابك هنايا؟ كيفاش جيتي هنا؟ كنت كان داك السيد اللي كان برك حدا واحد مول الحانوت، هو مسكين اللي دار فيا واحد الاجر ما يتصورش على البال، هو اللي كان كيقلب لي على الكرا. وملي جات هاد السيده بغات تكري قال لها راه كاينه واحد السيده كفيفه ولا بغيتي ديري فيها اجر، هيا كري. هي في الاول حتى هي خافت، ماشي ما خافتش، الانسان اللي كفيف شكون غادي يتكلف به وشكون اللي غادي الحانوت؟ هو مسكين الله يجازيه بخير، هو اللي وقف معايا وكرا ليا. واخا وحاليا كيفاش كتعيشي يا رشيده؟ عاودي لينا كيفاش كتعيشي؟ كتعمرها ليا وكتذوقها ليا وكنفطر وكنخرج، ما كنجي حتى يفوت العصر. نعيمه عمرك تعرضتي للتحرش؟ لا في الزنقه لا عمرني، مع الله تبارك وتعالى حافظني، عمر شي واحد ما قال لي شي كلمه خايبه ولا شرحني ولا الناس كيعرفوني هنايا. لا يعني ما عمر شي واحد حاول انه يتحرش بك يعني يلمسك ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا عمر شي واحد، ما الناس كتعاطف معايا برا الدراري وداكشي والعيالات والبنيات